السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله هنكمل مع بعض الدرس الثاني. الدرس ده يا شباب الدرس الثاني، زي ما اتكلمنا عن قسم أولاد الحركة والسرعة، وخدنا في السرعة المنتظمة والغير منتظمة والسرعة النسبية، هنتكلم في الدرس الثاني النهاردة في المنهج اللي هو الإيه؟ التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. جسم بيتحرك في خط مستقيم، أكيد الجسم ده بيتحرك بسرعة، أنا عايز أمثل السرعة بتاعته دي في إيه؟ في شكل بياني. رسمة بيانية، نشوف مع بعض. أول عنوان معانا في الدرس التمثيل البياني للحركة بسرعة منتظمة، أكيد السرعة المنتظمة، إن الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية. طيب، إزاي يا أستاذي أنا همثل الحركة؟ إزاي همثل الحركة بياني؟ وإزاي همثل السرعة دي بيانية؟ ده سرعة رقم 5 متر على الثانية، 10 متر على الثانية، إزاي هقدر أمثله على جدول؟ على شكل بياني واعمل منه هاي، هنمثل السرعه اللي هي 5 و10 و20 على محور راسي ومحور افقي. ازاي هقدر اعمل كده؟ تقدر، لان علماء الفيزياء لجأوا لبعض الاستراتيجيات بتاعه علماء الرياضه. عملوا ايه الناس دي؟ راحوا جابوا منهم بعض الجداول البيانيه، بعض الرسومات، علشان يبداوا يسهلوا دراسه الظواهر دي، الظواهر الفيزيائيه، ويتنبؤوا بظواهر ايه؟ جديده. طيب يلا نشوف مع بعض، يلا بينا. ولنفترض مثلا السرعه ع تساوي مسافه على زمن. مثلا مسافه 10 متر على زمن 2 ثانيه تطلع السرعه 5 متر على ثانيه. انا عايز اعرف ازاي همثل السرعه دي برضو على جدول بيان. يلا بينا. الراجل في الامتحان يا شباب هيدي لك جدول كده. الجدول عندك فيه قيمتين، قيمة للمسافة وقيمة للزمن. أهو. قيمة للمسافة ب وقيمة للزمن ز. أقول لك إيه؟ الجسم ده ماشي 10 متر 5 ثواني. 20 متر 10 ثواني. 30 متر 15 ثانية. 40 متر 20 ثانية، 50 متر 25 ثانية، وأنت طالع. واحد يقول لي أستاذ ده احنا لو قسمنا ال 10 على 5 تطلع ب 2، وال 20 على 10 تطلع ب 2، 30 على 15 تطلع ب 2، 40 على 20 برضه تطلع ب 2، ده الجسم ده بيتحرك بسرعة إيه؟ بسرعة منتظمة. بس هو بيقول لك إيه؟ تمثيل بياني، مثلها لي بيانية، مثلها له إزاي؟ يلا نشوف مع بعض. هنعمل يا شباب محورين. محور ده محور رأس واقف كده. المحور ده محور افقي. على المحور الافقي احط الزين زمن. على المحور الراسي فيه مسافه. عايز برضو امثل بيانيه، اعمل ايه؟ هاجي على قيمه المسافه احطها على ايه؟ على محور المسافه 10 20 30 40، واجي على محور الزمن احط قيم الايه؟ قيم الزمن 5 10 15 20. حلو، الزمن الثواني الفيت بالمتر. عيني على الجدول بتاعي 10 وصلت ل 5، او جاي عند ال 10 كده وماشي لحد الايه؟ 5 معلم. 20 وصلت ل 10، اجي عند ال 20 عند المسافه وامشي لحد ال 10 على ايه؟ على الزمن معلم. 30 15، 30 امشي لحد الايه؟ ال 15 وعلم. 40 عند ال 20، اجي عند ال 40 وامشي لحد ال 20 وعلي. واوصلهم ببعض. شايفين طلع خط مائل. خط ايه؟ مائل. الخط المائل ده هو اللي بيعبر عن السرعه الايه؟ عن السرعه المنتظمه. ليه؟ لان كل المسافه ما تزيد الزمن بيزيد. المسافه بتزيد الزمن بيزيد بنسب متساوي، بنسب متساوي، ان الجسم بيقطع مسافات متساوي 10 20 30 في ازمنه متساوي 5 10، يعني كل 10 متر بيعملهم في كام ثانيه؟ في 5 ثواني. فطلع عندي خط ايه؟ خط مائل. خط ايه يا شباب؟ خط مائل. الخط ده بيعبر عن السرعه المنتظمه، بيعبر عن السرعه المنتظمه. خلاص، يبقى ده اول مثال عندنا، حطيت الفين على المحور الراسي والزين على المحور الايه؟ الافق، ومثلتهم بيانيه. بقيت اخد كل قيمتين شبه بعض واحطهم مع بعض، 10 مع 5، 20 مع 10، 30 15، 40 عند ال 20، واعملوا اربع نقط معايا وصلتهم ببعض، طلع خط مائل. الخط المائل ده
منتظم. واحد يقول يا استاذ ولنفترض ما جابش الجدول ده، والتاني رسمه جاهزه جاب لي التمثيل البياني ده جاهز وقال لي احسب السرعه. احسب السرعه ازاي؟ هنشوف مع بعض. لو اداني شكل جاهز وقال لي احسب السرعه هنحسبها ازاي، بس لازم الاول اعلمك حاجه مهمه. في مقارنه بين السرعه المنتظمه والسرعه الثابته. يلا شوف مع بعض، يلا بينا. يلا شوف مع بعض عندنا كام علاقه؟ يلا بينا يا شباب. عندنا اول حاجه علاقه بين المسافه والزمن. مسافه وزمن، خلي بالك الجسم هنا خط مائل. خط ايه؟ مائل. اهو ادي الخط المائل بتاعي، وطالما خط مائل يبقى عندي سرعه منتظم. سرعه ايه؟ منتظم طالما الخط مائل. خلي بالك ان المسافه تتناسب تناسب طردي مع الزمن. مسافه تناسب طردي مع الزمن لما تكون السرعه ثابته، يعني لما تكون السرعه منتظمه. لما تكون السرعه ايه؟ منتظمه. يبقى انا عندي مسافه وزمن، التناسب بينهم تناسب طردي لما تكون السرعه بتاعتي منتظمه. بيتناسب تناسب طردي. المسافه بتزيد، الزمن بيزيد. مسافه وزمن، مسافه وزمن بس بيزيدوا بنسب متساويه بحيث يكون عنده سرعه منتظمه. اما في الشكل الثاني لو تلاحظ سرعه وزمن. سرعه وزمن، مش مسافه وزمن لا، ده سرعه وزمن. حس هنا ان الخط افق مش مائل، خط ايه؟ افق. بيوازي محور السلاح، بيوازي محور السلاح، خطه افق كده. طيب الخط الافق ده يا شباب بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ان السرعه بتاعتي ثابته. السرعه مالها؟ ثابته. ليه السرعه بتاعتي ثابته؟ خلي بالك السرعه بتاعتي ثابته مع ان الزمن عمال يزيد. بص كده، لو السرعه هنا كانت 5 الزمن هنا كان 5، والزمن هنا كان 10، والزمن هنا بقى 15، والزمن هنا كان 20، وبيزيد بيزيد بيزيد بس السرعه بتاعتي ثابته. ولنفترض مثلا 100 متر على الثانيه، لا بتطلع ولا بتنزل، ماشيه ثابته طوال. فعندي الزمن عمال ايه؟ الزمن عمال يزيد بس السرعه بتاعتي ثابته. فلما يديني الشكل ده الاقي الشكل ده اعرف ان السرعه بتاعتي ايه؟ ثابته. السرعه ثابته بمرور الزمن. اول ما انا خدت بالي ده اعرف ان السرعه بتاعتي ثابته بمرور ايه؟ بمرور الزمن. الزمن بيعدي ثانيه 2 3 100 200 ثانيه والسرعه بتاعتي ثابته. هي هي ال 100 متر على الثانيه، ما بتزيدش متر ما بتنزلش متر، خلاص؟ يبقى انا عندي شكل ايه؟ مره الاقي الخط مائل يبقى ده سرعه منتظمه، يبقى التناسب تناسب طردي بين المسافه والايه؟ والزمن، ومره هلاقي ان السرعه خط ايه؟ افقي بيوازي محور السلاك، اعرف ان انا عندي مسافه اسف السرعه تتناسب تناسب عكسي مع الزمن، تتناسب تناسب عكسي مع الزمن، يبقى انا عندي مره تناسب طردي بالمسافه والزمن عند ثبوت السرعه، ومره ثانيه لما يكون الخط افقي يكون التناسب عكسي بين مين؟ بين السرعه والزمن، فنلاقي ان السرعه بتاعتي ايه؟ ثابته، السرعه بتاعتي ايه؟ ثابته ما بتزيدش، مع ان الزمن يزيد يزيد، بس علاقه عكسيه، السرعه ايه؟ ثابته ما بتتحركش، بنمثلها خط افقي موازي المحور السينات، موازي المحور السينات، كده يا شباب ده الشكلين اللي عندي، كام شكل كده؟ اثنين. عايز اعرف يا استاذ لو اعطاني شكل بياني جاهز نقرا الشكل ازاي؟ ازاي نقرا الشكل ده ونجيب منه السرعه؟ يلا بينا، يلا بينا. يلا يا شباب بينا، يلا بينا نعرف ازاي نقرا الشكل البياني مع بعض. لو جاب لي شكل بياني جاهز زي ده او شكل بياني جاهز زي ده نعرف ازاي نقراه، خلاص؟ طيب بس هو مش عايزك تقراه. ده هيجيب لك مساله على الشكل. بص المساله، احسب الزمن اللي كان بيتحرك بيه الجسم ده لما قطع مسافة 40 متر. الجسم ده لما قطع مسافة 40 متر كان عندي كام سنة؟ أحسبها له إزاي؟ بص كده، هروح عند ال 40 متر بتاعت المسافة اللي هو عطاها لي، المطلوب اللي هو عطاها لي، خلاص؟ المعطى بتاعي، وأقوم ماشي لحد ما أقابل المحور المائل اللي هو بتاع السرعة، وأقوم نازل. بيزعل كام؟ 4 ثواني. الجسم ده قطع مسافه 40 متر، وهو في المتر ال 40 كان الزمن بتاعه زين يساوي 4 ثواني. كام سنه يا شباب؟ 4 ثواني. عرفنا كده؟ يبقى تاني، لو طلب مني المسافه او طلب مني اسم الزمن عند مسافه معينه
اروح اشوف بعيني المسافه اللي هو عطاها لي واروح عندها وافضل ماشي 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 في خط افقي لحد ما الاقي خط الايه؟ المائل عنده، بقوم نازل على الزمن. طلع 3 ثواني 3 ونص 4 4 ونص 5 زي ما يطلع، يبقى هو ده الزمن بتاعي لما كان الجسم قاطع المسافه دي. خلاص؟ طب مره ثانيه الراجل جه طلب مني المسافه. قال لي احسب المسافه اللي قطعها الجسم عند الثانيه 20 زين بتساوي 20 ثانيه. اول ما يديني معضه او مريح جالي باص عليه، هو اعطاني الزمن ب 20. ايوه اروح عند الزمن ب 20، نعمل الزمن اهو ال 20 اهي، اروح عندها واقوم طالع 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 لحد ما اقابل الخط الايه؟ الخط المائل. واول ما اقابل الخط المائل ده افضل ماشي، لقيت ان انا عند المسافه كام؟ 80. المسافه كام؟ 80 متر. يبقى انا لما كان الزمن بتاعي 20 ثانية، لما كان الزمن بتاعي 20 ثانية كانت المسافة بتاعتي كام؟ فيه كانت بتساوي 80 متر. هو ده كيفية قراءة الشكل الايه؟ البياني. هو ده كيفية قراءة الشكل الايه يا شباب؟ الشكل البياني. مرة هيطلب زمن أو مسافة، ومرة هيطلب زمن. مرة زمن ومرة مسافة، مرة زمن ومرة ايه؟ مسافة. لو طلب زمن تروح على المسافة وتنزل، لو طلب مسافة تروح على الزمن وايه؟ وتطلع. خلاص؟ يبقى أنا عندي مرة هنقرا الشكل ده ومرة هنقرا الشكل ده، على حسب اللي يجيبه يجيب اللي يجيبه. طلب منك المسافة تطلع من الزمن، طلب الزمن تجيله المسافة. خلاص؟ قال الشكل اللي عندي. هندخل بعد كده ازاي يطلب مني سرعة؟ ازاي ممكن يطلب مني سرعة على الشكل ده؟ خلاص؟ يلا شوف مع بعض، يلا بينا. عندنا شباب عندنا مسألة مهمة جدا جدا هنختم بيها الفيديو بتاع النهارده، بس خلي بالك المسألة دي بتتكرر كتير في الحالات. مسألة من الشكل البياني المقابل، الشكل ده. احسب مقدار المسافة بين الدرجتين عند لحظة ال 30 ثانية. مقدار المسافة بين الدرجتين دول، درجتين A وB. بيتسابوا مسافه 500 متر، كل عيل راكب عجله وبيجري مسافه 500 متر، خلاص؟ طيب احسب مقدار المسافه بين الدرجتين دول عند لحظه 30 ثانيه، ثم احسب مقدار الفرق بين زمن وصول الدرجتين الى نهايه السباق. لما هما الاثنين يوصلوا هنا زمن الوصول ده وصل امتى وده وصل امتى؟ الفرق بين الزمن الوصول الى نهايه السباق قد ايه؟ بس خلي بالك السباق اللي بينهم كله كام؟ 500 متر، علشان اعطيها لك مثلا. زمن السباق او اسف مسافه السباق كام؟ 500 متر. مسافه السباق كله على بعضه 500 متر. هما الاثنين دول دراجه ايه ودراجه ايه بي هيتسابقوا ال 500 متر، تمام؟ طيب. دراجه ايه ودراجه بي هيتسابقوا مع بعض 500 متر. خلاص يا شباب؟ يلا نشوف مع بعض هنحل المساله دي ازاي. احسب مقدار المسافه بين الدرجتين عند راس الايه؟ ال 30 ثانيه. انا لسه قايل لك من شويه ازاي نقرا الشكل البياني. هو قال لي هنا 30 ثانيه، اخد المعطى بتاعي، اخد الزمن اللي هو عطاه لي وانزل عند ال 30 ثانيه. اهو محور الزمن اهو ال 30 ثانيه. اطلع كده. لقيت الدرجه دي قمت حاول. 300. كملت الطلوع بتاعي من عند نفس الثانية وقمت حاول. يبقى أنا جيت عند الثانية 30 على محور الزمن وطلعت من 30، مرة لقيت البي قمت حاول، ومرة لقيت الإيه برضه قمت إيه حاول. لقيت إن واحدة فيهم كان 400 متر والثانية كانت عند 300 متر أو قطعت 300 متر في السنة الكام؟ في السنة 30. هما الاثنين بقوا السباق. ببص في السنة 30 عايز أحسب المسافة اللي بينهم، لقيت ان ايه 400 متر وبي عند 300 متر. المسافه بينهم في الثانيه رقم 30 كانت 100 متر. هو ده احسب المسافه بين الدرجتين عن 30 ثانيه. يبقى انا عندي كانت المسافه ساعتها كام متر؟ 100 متر عند 30 ايه؟ عند 30 ثانيه. ده اول مطلوب معانا. ثاني مطلوب ثم احسب مقدار الفرق بين زمن وصول الدرجتين لنهايه السباق. انا عايز اعرف زمن وصول الدرجتين. واحد بيقول له استاذ بتبصر كده بالفهلوه الدرجه ايه هي اللي وصلت الاول؟ عارف ليه؟ لان هي قطعت نفس المسافه 500 متر بس الزمن اقل. كلامك صح بس مش عايز كده.
هو عايز احسب مقدار الفرق بين زمن وسوق الاثنين دول لنهايه السباق. انا عايز اعرف هما الاثنين وصل مين، وصل لمين بكام ثانيه؟ ايه وصل الاول؟ كلام صح. وصل قبل مين بكام ثانيه؟ بس خلي بالك لغز في المساله، لغز في المساله. قال ايه؟ لنهايه السباق. والسباق كله على بعض عندي 500 متر. 500 متر. يبقى انا اروح عند 500 وافضل ايه؟ ماشي. اروح عند 500 وافضل ايه يا شباب؟ وافضل ماشي. اه 500 ايه؟ لقيت الجسم ايه؟ كنت نازل. وصلني لل 30. ما وقفتش، كملت. فضلت ماشي عند مين؟ قابلت مين؟ نزلت. نزلت عند ال 40. تاني انا بجيب ايه؟ مقدار الفرق بين زمن وصول الدرجتين، مره واحده نزل عند 30 ومره واحده نزل عند 40، يكون مقدار الفرق بينهم 10 ثانيه. الدراجه ايه؟ وصلت قبل الدراجه بيه في كام سنه يا شباب؟ ب 10 ثواني. الدراجه ايه دي؟ وصلت قبل بيه تاني اهو ب 10 ثواني. عرفتها ازاي؟ قال لي لنهايه السباق. نهايه الايه؟ السباق. وهو السباق كله على بعضه كام متر يا استاذنا؟ 500 متر. فانا هاجي عند 500 ونقف. ونفضل ماشي 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 ماشي. اول ما اعمل ايه؟ انزل. نكمل ماشي. اول ما اعمل بيه انزل. واحد لسه عند 30 وواحده لسه عند 40. جبت الفرق بينهم 10 ثواني. الدراجه ايه؟ وصلت قبل الدراجه بيه بكام سنه يا شباب؟ ب 10 ثواني. كده يا شباب حصتنا النهارده خلصت.